لكل يلي بيحبوا يعرفوا أكثر عن عالم الأسنان وخاصة زرع الأسنان، معنا دكتور ألبير الخوري، جراح طب الأسنان. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. شرفنا. اليوم عم تحكينا بتقنية جديدة، الأولى من نوعها بالشرق الأوسط. صحيح. تقنية زرع الأسنان بدون عملية جراحية أو شق، يعني اللي هو حلم مش انه عند كتار، بركي عند الكل. عند الكل. عند الكل. كيف معقول تكون عمليه زرع بلا لترلي، بلا ما يكون زرع شق؟ رح نحكي اكثر تفاصيل، بس هي من وين هيدي التقنيه وكيف لهلا سمعنا فيها وصارت موجوده بالشرق الاوسط؟ هيدي سيتون تكنولوجي كنديه. نعم. تقنيه كنديه بعدها ريسنتلي منشوره، لسه اقل من سنه صار لها. وصلت على لبنان او تمكنت اتعرف عليها من شي 6 شهور. هيدا الجهاز موجود عندي. وبتعرف التكنولوجيا اليوم وجدت او العلوم لخدمه البشر. يا ريت كل العالم تستعمل التكنولوجيا لخدمه البشر مش للحروب وتقتلها. يا ريت. اي بقى هيدي شو شغلتها؟ إذا بدنا نروح بريفينج، هيدي كيف الجي بي اس تبع السيارة اللي بدلك على الطريق. نعم. وبدلك على الطريق الصحيح. يعني الممنوع إذا نحن ببلد موجود الماب مظبوطة فيه، ممنوع تضيعي وممنوع تضيعي. رح تمشي على الجيدانس مظبوط، وبترجعي وين بتروحي وين بترجعي، ويو ار ان سيفتي سايد. وحتى انت وماشي بتعرفي بالسياره بالبلدان المتطوره تقنيا بيقول لك اذا جاي حدا بوجهك او جاي على طريقك او الترافيك كله بيعطي انذار. اليوم هيدي التقنيه وجدت لخدمه طبيب الاسنان بالاول. تسهل عليه. بتسهل عليه وبتخلي العمل يصير بارفي. واكيد نحن بلبنان عندنا كفاءات عاليه عند الاطباء. نحن نمتاز، طبيب الاسنان اللبناني يمتاز بالكفاءه العاليه، والحمد لله موجوده عند كتار. بس اكيد بتيجي هاي التقنيه رح تدعم له شغله وتسهل له شغله، واكيد يكون بيرفكشن اكثر. وكمان وجدت لخدمه المريض. هيدي كيف عملها؟ قال لك من بعد ما يعمل واحد سيبيسيتي اللي هي صورة. سكانر. نعم. طبيعية بدك تعمليها قبل كل عملية زرع. كيف بتعملي داونلود للماب على جي بي اس؟ هون بتعملي داونلود لهي الصورة على الجهاز، هيدا اسمه نافيدنت. هيدا شو يعني بيعطيك القالب؟ ايه نو هيدا بس لوضح لك، ما في غيره جهاز بالعالم موجود. في حدا استرالي بيطور اختراع هيك جهاز او مارش ان باراليل. نعم. بس بعد ما وصلوا لها التقنيه اللي صنعتها شركه نافيدنت، مش عم نعمل دعايه بس هو بعد ما في كومبيتيتور له بالعالم. نعم. نيو تكنولوجي، ذا ليتست تكنولوجي بهي. فاذا نحن بناخذ الصوره وبنحطها، صار صوره فك المريض على السوفت وير تبع النافيدنت تبع هيدي الاله. اطر الطام مثل ما عم نشوف بالشاشه هلا، بنكون عملنا قالب صغير بتم المريض. اوكي. بس هي بنكون قبل صورنا المريض فيها. دونك بتكون دقيق يعني كثير. ايه لا، القالب عادي مثل ما بتاخذي قياس بتعملي قالب مثل ما عم نشوف بالصوره بيتصور. نعم. المريض. دونك هيدي المسكه تبع القالب هي بتكون نقطه الارتكاز اللي بيقشعها الجهاز. يعني هيدا السياره ونحن بقلبها. هيدا السيارة عم بيقشعها الجي بي اس. اوكي. وهيدي المسكة تبع الجهاز خولتنا نعمل هاي الصورة ونرسم تلبيسة، نرسم يطلع لنا صورة الحنك تبعنا على الجهاز مثل ما عم نشوف. اوكي. نحن بنجي نحن بنجي بطبيب الأسنان شو بيعمل هون؟ كمان ليطلع الشغل، لأن اليوم طب الأسنان بدك تجمع العمل الجراحي والعمل المخبري يعني البروتيز، لانه كم من الاوقات اذا كان الجراح يختلف عن طبيب الاسنان بيلجا الجراح طبعا لحين يطلع وين احلى شيء التشو العظم منيح عنده بده يحط الزرعه، بنجي بالبروتيز ساعات بيكون في مشاكل. هون نحن حتى من ناحيه جماليه بنرسم التلبيسه تبعنا على السوفت وير مثل ما عم نشوف. نعم. نرسمها على السوفت وير تبعنا بالمكان المضبوط ومنجرب نلاقي نقطة بالعظم، عظم جيد تناسب هيدي التاج السيراميك أو التلبيس اللي كان أمامية ولا خلفية
نعم. تناسب هيدا ال... هيدا هيدا التلبيسه مكان الزرعه، لح تقدر تامن لنا هاي التقنيه تحديد طول الزرعه وسمكتها، وانتر اوتر رح تسهل على الطبيب الاسنان تعطيه كمان وسيله يعرف نوعيه العظم قد ايه طراوته وسماكته. دونك بتامن كل يعني هي بتحدد كثير قصص بتساعد تحديد مسبقا بتحدد له يقدر يفوت على ارض صالحه يزرع فيها. يعني كيف اللي بيعمر اليوم بدك تعمل فحص تربه، هون عم تعملي فحص تربه انت وعم بتنقي اماكن الجيده لتحطي الركائز تبعولك. نعم. الاهم منها كمان أبار هيدي أمنت لونك لطبيب الأسنان عملية تكون دقيقة وثابتة وناجحة، أكيد ببنج مثل كل البنج مش بلا بنج، ببنج عادي. الأهم دايما منعرف نحن كجراحين أنه كل عملية جراحية عملية تقطيب الجرح نجاحها يوازي عملية العمل الجراحي. مزبوط، لأنه بتأثر كتير وفي أوجاع أبار هيدا الأوجاع. هون عم نحكي ما في شق، هون ما في شق دونك، بس عم نقول شو العوارض اللي بترافق العملية التقليدية. نعم. يعني نحن اليوم لما عم نفتح لنحط امبلانت ساعات بيكون التسمو يعني النيري وال ما فينا نسأل، بيكون ما عندنا تسمو كتير لنرجع نشد، بنعمل ديكولما منبعد نعم. النيري عن العظم أكثر، لأن دائما أساس نجاح العملية تقطبيها بجرح منه مشدود. نعم. ويكون مسكر منيح لتقدر تضم المنطقة مغطاية بالعظم. اليوم هون نحن بدون منشئ بيكفي انه مجرد حددنا، هي عم تحدد لنا بدون منشئ وين نفوت وكيف انت شكت الدبوس صارت مزيت العملية وفتنا بالدريلينج. اكيد بدنا نستعمل هون مشان ما حدا يفهم او يغلط، مش ما في حفر، في حفر يعني الاتابات اللي بدها دايما لنحط زرعة بدنا نستعمل الريش تبع الحفر هن المناسبين لطول وتخانة الزرعة. اكيد في، بس الفرق انه ما شقينا، فتنا فلابلس بدون عمليه شق ولمبو ودم وتقطيب وزرعناها. هلا دائما معروف انه الاوجاع بتجي نسبتها الكبرى من عمليه الشق، مش من عمليه الشغل بالعظم، من عمليه الشغل بالتسمو. لما مش عم نعمل هيدا الشيء اكيد عمليه الاوجاع مش رح اقول انتهت نهائيا، بس راحت للماكسيموم، يعني صارت له انديزيام واحد على عشرة من الأوجة. نعم. وطبعا الأجسام ردة الفعل بتختلف من حدا لحدا، يعني في ساعات انت يمكن انا تضرب ايدي بالباب ما يصير لها شيء عادي، حدا يدق ايده بالباب يعمل تروما، هيدي بتختلف. طب شو العوارض الجانبية بعد العملية؟ عوارض جانبية، اول شيء ما في عوارض جانبية، يعني التورم اكيد اقل. أوكي. اكيد اقل اذا قلت غير موجود. نعم. بس ما بسمح لحالي اقول غير موجود، بقول اكيد اقل بكثير. دم ونزيف وهيدول اكيد مش موجودين هون، لا ما عملنا نزيف. دونك ابسوفاكتو كل العوارض الجانبيه اللي بتكون او ما بعد العمليه الجراحيه مثل ما قلنا راحت للمينيموم. أه. للمينيموم. أه. للواحد على عشرة. نعم. يمكن من حلو كتير. طيب قدام بتستغرق يعني تقريبا وقت؟ هلا هاي التقنية في تقنيات كان موجود قبل هاي التقنية، بس هاي دي دايناميك نافيجيشن يعني امبلانتولوجي يعني متحركة. في تقنيات كانت ثابتة، هاي دي كي بدك تاخدي قياس للمريض ترجع تبعتي على سوفت وير بالاجمال منه متوفر ان هاوس، من بعد ما تعميله صور حدا يحدد مثل ستاند، حدا يحدد ومكلف اكيد اكثر بكثير، حدا يحدد لك يرسم لك البلان ليرجع يجيبوه للطبيب ليرجع يشتغل. بينما هيدي مجرد ما فات المريض عند الطبيب المجهز بالسيستم اكيد ومع الاشعه سي بي سي تي صارت متوفره. نعم. بكثير عيادات بيعمل الصوره بخمس دقائق بيكون عمل له ستانت اللي بده يعملها وانطلق الشغل. يعني تقريبا كلها على بعضها كيف اقل من الاكت الجراحي العادي، لانه الاكت الجراحي اذا عم تعمل يعني تقريبا. لا ما هو
قطيني بالوقت. أيه. اذا الزرعه اذا عم تحطيها بربع ساعه هي بتحطيها بسبع دقائق. واو اوكي. طيب هل هي للمدى الطويل ابديه او لفتره محدده؟ هون بدي اوضح فكره يمكن البعض بيكون عنده اياها وبيحمل طبيب الاسنان تبعه. مش انه زرعنا ضرس هيدا فور لايف. ما في عمل يقوم به طبيب الاسنان بيروح للآخرة معنا. أوكي. من هون نحن بندعي دائما للمحافظة على العضو السني والوقاية قبل، هيدا اللي بإمكانه يضاين للآخرة. نعم. بس حسب كل عمل تم بالأسنان و... لأنه هيدي آلة بدها صيانة. صح. دونك إذا السنان الطبيعية أو التلبيس أو هيدا، هيدا كل خمس سنين اللي هو العالم ما بتقبل، بدك تغير العمل لو ما كنت موجوعة. هون بالزرع إذا واحد عم بيعمل كونديسيون دو في تبعيته منيحة، غير مدخن وما عنده سكري ولا ولا ولا، وعم بيواظب على زيارة طبيب الأسنان تبعه بشكل مستمر، ما تقول العالم أفي. بيبقى في ساعات بنزرع، أنا مثلا بهيدا الدومين صار لي 24 سنة بزرع، بحط إمبلانت، في زرعات كتير النسبة الأكبر بعدها موجودة. نعم. بس بيصير في حالات فشل بعد فترة بتقول لك لا، هو الماكسيموم دوري دو في، هيدا الستاتستيك بتقول مش انا، بالحالات الجيده ايه، بالحالات الجيده هو 15 سنه. اوكي. وعند المدخنين، وعند المدخنين خاصه اخر ستاتستيك طلعوا، من اهم من اشتغل لسه بالعالم جراح لسه هو دكتور بروفيسور زوكيلي تلياني، بيقول دوري دو في تنزل لسبع سنين. اوف. لسبع سنين. طب دكتور هيدي قلت لنا هلا هي تقنيه جديده صارت بالشرق. نعم. الاوسط، انت الوحيد اللي يعني اكيد كل اكيد ان شاء الله بالقريب بيكون كتار منا بيشاركوني هيدي التقنيه لانه متوفره وبتصرف كل الزملاء. اي هيدي لهلا صار لها عندي شي سيموا ست شهور. كتير كتير جديده. أي. أيه. وأنا الماستر ترينر تبع على هاي التقنية بالشرق الأوسط، اعتمدون عملنا فورماسيون عنده، هي معتمدة عالميا طبيا. أيه. وكل شيء هلأ صار بإيطاليا صار في، يعني أنا أول ما بلشت معهم كنت الخامس. نعم. بالعالم هلأ بإيطاليا ماشي موجودة، بأوروبا صارت عم تنتشر. يعني شوي شوي بكندا رح يكون... بتصور اليوم لهي البرفكسيون بالشغل هي، بس إن شاء الله الأوضاع الاقتصادية نكون مع العهد الجديد إن شاء الله. والحكومة الجديدة قادمين على بحبوحة وعلى عمل لأنه مكلفة. مكلفة أنا كل... بدي أسألك مكلفة. ايه مكلفة شوي. مكلفة كتير أكتر من العادة. أكيد في اليوم التكنولوجيا الجديدة. ايه يعني دائما بتسهل مكلفة عليك كمان فيها... بس بالمقابل إذا كان السوق صار تحرك نحكي تجاريا واقتصاديا، واكيد اللبنانيين وحكماء اللبنانيين سباقين بيحبوا يقنوا التكنولوجيا. نعم. بتصورها بتنتشر. اكيد. وبنكون سباقين بالشرق الاوسط. شكرا لك دكتور، يعطيك الف عافيه. ثانك يو على الفرصه اللي سمحتوا لنا فيها. اهلا وسهلا. رح نكفي نحن. اهلا وسهلا فيك. بنكفي نحن مع خليك بس نعمل جوله سريعه بصاله العرض بالسينما ونشوف اخر الافلام. من أفلام الأسبوع الفيلم الموسيقي المنتظر لا لا لاند، عن عازف بيانو جاز بينغرم بممثلة طموحة بلوس أنجلوس ومع مجموعة كتير كبيرة من أهم الميوزيكلز اللي انعملوا من الثلاثينات لمنتصف الستينات، مع رايان غوزلينغ، أما ستون وجي كي سيمونز. جنرال باتن ان نيون فيست. واو. وفيلم الأكشن باتريوتس داي، عن نشاطات شرطي بالأحداث اللي وصلت للتفجير اللي صار بماراثون بوسطن سنة 2013 والتحقيق اللي ابتدى من بعده لملاحقة الإرهابيين وراء هالتفجير، مع مارك وولبرغ، كيفن بيكن وجي كي سيمونز. Two bombers. We gotta find these guys before they do this to someone else. Every inch of this city is getting searched. We're shutting it down. We have traveled thousands of miles in search of a weapon more powerful than we've ever known. وفيلم الفانتسي The Great Wall، عن مسألة غامضة حول إنشاء سور الصين العظيم، مع مات ديمون وويلم ديفو. What was that? There are many things you have not seen. Worth fighting. بس يا
السينما بننتقل هلا مع وقفه صغيره بريك، ومن بعدها بنكون مع شيف بلقيس، وكمان تعملنا نشوف الوصفات لليوم.